قرابة الأربعة أعوام على اعتقاله واحتجازه في السجون التركية، ولا إدانة حاسمة ضده حتى الآن. صلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي اعتقله أردوغان في نوفمبر عام 2016 ضمن حملة اعتقالات واسعة لمعارضيه بعد عملية الانقلاب الفاشل التي دبرت ضده في صيف ذلك العام. اليوم تقضي المحكمة الدستورية في تركيا بأن سجن دمرداش السياسي المعارض كل هذه الفترة انتهاك لحقوقه. منطوق الحكم أوضح أن احتجاز دمرداش تجاوز الفترة المعقولة، إذ كان مقررا أن تنقضي في سبتمبر من العام الماضي، أي قبل 9 أشهر، وإن حقه في الحرية انتهك وأمرت بتعويضه ماديا. لكن ورغم حكم الدستورية إلا أن الإفراج عنه غير متوقع بسبب فتح مدعين تحقيقا جديدا بحقه وطلبهم باحتجازه مجددا بعد أن ألغت محكمة مذكرة اعتقال سابقة ضده. ودمرداش الأربعيني كان الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد، ويوصف بأنه معارض لأردوغان ويواجه اتهامات متصلة بالإرهاب منذ 2016 والسجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين بالفعل في القضية المرفوعة ضده. وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي في 2012 ويضم كل مكونات وأطياف المجتمع التركي ويدافع عن المضطهدين والمهمشين بغض النظر عن معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم السياسية، ويعد الحزب ثاني أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا. أنقرة من جانبها تتهم الحزب بصلات بحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه حزب الشعوب الديمقراطي. وتحظى قضية دمرداش باهتمام على المستوى الدولي، وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018 إن احتجاز دمرداش استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها. سماح السيد، العربية.